ايوه افتحي بقى يا شيخه افتحي. في ايه انت عايز ايه؟ الشقه وحشتني وجاي اخدها. عندك مانع ولا ايه؟ تاخد انت الكلمه. اوعي اطلع بره يا شيخ. اطلع بره يا شيخ. افتحي الباب. الشقه دي انا جايبها بفلوسي. جايبها بفلوسي. الشقه دي بتاعتي انا والولاد. المحكمه قالت كده. ولو جيت هنا تاني هبلغ البوليس. بوليس؟ ولا تكلمي سي راجع بتاعك الزباله اللي رايح جاي معاك. راجح ده محترم اكتر منك. امشي من هنا. ماشي يا مدام يا متربيه يا بنت الاصول وحياتك لربيك. انا مش عارف اللي قتل اختك ده ما قتلتيش ليه وريحنا من خليتك. انت ما عندكش دم والله العظيم ما عندك دم. ماشي وحياه امي ورحمه امي الغاليه اللي علمك الادب. ماشي يا اخي. انت غبي ليه يا اخي؟ حرام عليك حرام عليك. ادخلوا جوه انتوا الثلاثه. طب لعلمك بقى هي قفلت في دماغي. قفلت في دماغي وهفضل تحت. هقعد لك في الطلعة وفي النازلة وحرزيكي يا ليلى. هتشوفي. امشي امشي وسيبني في حالي. والله العظيم ثلاثة فيا اللي مكفين. لما ربيتك يا ليلى. امشي بقى وسيبنا في حالنا. امشي. هو ليه بيقول لك ان اختك ماتت؟ مش اختك دي يعني ماما؟ لا يا خديجه لا. تعالي تعالي. هو مش بيقول كده خالص. ماما زي الفل. ماما زي الفل. ما تخافيش. ماما زي الفل. الو. ايوه يا راجح انت فين؟